صباح الخير يا شباب، عايز طلبة سنة أولى كلهم خلال شهر 12 هتعملوا حاجة، هتدخلوا على الأكاونت بتاعكم على المنصة، بعدين هتدخلوا على البروفايل. بعد ما تدخلوا على البروفايل بتاعكم هتضغطوا على الترس اللي ظاهر هنا. ثانية واحدة أكبر لكم الشاشة. الترس اللي ظاهر هنا تمام، هتضغطوا Edit Profile. بعد كده هتنزلوا تحت، في الـ Other Fields هتكتبوا الـ Second Language بتاعتكم اللي انتوا اخترتوها، وبعدين تضغطوا على Update Profile. تمام، بعد ما تعملوا كده، انا مثلا عملت كده دلوقتي، فآخر حاجة قلناها بنعمل update profile. تمام، بعد كده بنيجي هنا تاني نضغط على كلمة profile، وبعدين نضغط على كلمة details، ونطبع الصفحة دي كاملة، نطبع الصفحة دي كاملة. تمام، بعد كده نوقع الصفحة دي توقيع بتاعنا احنا، ونسلمها لشؤون الطلبة خلال شهر 12.